بكل بساطة ممكن يرحلوه. بالنسبة له بديل لحساب البنك المغلق. شو هو عواقب العمل بالأسود هنا في ألمانيا؟ طبعا حقيت اليوم يوم السبت طالع، حقيت تقريبا الساعة 8، حقيت بس لسه الشمس طالعة، فبدي أبدأ أصور الفيديو. طبعا الدنيا حر جدا، فعشان هيك أنا حاولت على قدر المستطاع أنه أروح قبل المغرب شوية. فتقريبا إجاني في المنتدى أكثر من 150 سؤال، فأنا على قدر المستطاع أحاول أختصر في هدول الأسئلة، ويعني أحاول أركز على الشغلات اللي بتنفع للكل. يعني في ناس سأل أسئلة كتير خاصة، في شغلات كتير معيودة، في ناس كتير بتسأل عن الأوسبيلدونج والشغلات هاي، فإحنا رح نحاول على قدر الإمكان نخلي الأسئلة عامة، والشغلات التانية أكيد يا موجود لها فيديو يا شغلات كتير شخصية. ماذا يحدث إذا نفذ مال أحد الطلاب في أول سنة من الدراسة ولم يعد قادر على دفع تكاليف الدراسة؟ ومن المعروف أن العمل الجزئي لا يغطي كامل المصاريف. والله سؤال مهم جدا. أنا كنت تكلمت في موضوع تجديد الإقامة للطالب، أنه دائما دائما لازم الطالب عند تجديد الإقامة لازم يثبت قدرته المادية على أنه قادر يصرف على حاله هنا في ألمانيا. طبعا موضوع أنه العمل بيكفي التكاليف ولا ما بيكفيها، هذا الإشي يعتمد تماما على الشخص والعمل والظروف تاعته. ولكن إذا الطالب مش قادر يصرف على حاله ومش قادر يثبت هذه القدرة، للأسف الشديد بكل بساطة ممكن يرحلوك. أيه هذا الخيار موجود بإمكانهم هم يعملوا ويرحلوك، وما تقدر تكمل دراستك هنا على الأراضي الألمانية. وطبعا للأسف الشديد الطالب ما بيحق له يتقاضى أي نوع من المساعدات زي اللي بتقضوها اللاجئين أو المواطنين للأسف الشديد، فخيار الترحيل بيكون موجود على الطاولة. مين أفضل مين يدرس اللغة الألمانية على اليوتيوب واللي انت درست عن طريقه؟ بالنسبة لهذا السؤال، انا صحيح كنت عملت فيديو وتحدثت عن كل تجربتي بهذا الاشي، ولكن بدي اكد على نقطة جدا مهمة، انه انت بامكانك تختار المدرس بناء على الاسلوب. يعني انا بنصحكم تشوفوا كل الاسماء اللي رح احكيها هلقيت وتقرروا بناء على هذا الاشي. يعني شوف اكتر من واحد وشوف كيف اسلوبه بيتناسب معك ولا ما بيتناسب معك في الشرح، وبعدها انت قرر على هذا الاساس. طبعا انا بديت بدايتي كانت مع فغاو هند، وبعد هيك يعني حسيت الاسلوب مش كتير بيناسبني، فشفت مستر شحاتة حسيته مناسبني وكانت الامور تمام التمام. ولكن مثلا في البيتس فاي وفي البي اينز وحتى في السي اينز كمان كنت استعين مثلا في خالد بوزان وفي الهان بوزان وفي ضياء عبد الله، هدول برضو اسلوبهم كتير ممتاز. فانت شوف الشخص اللي بيتناسب معك وشوف طريقه الشرح اذا كانت بتتناسب ولا لا. طبعا هنجيت جاي اصور في الجامعه، غالبا السؤال اللي بعده راح يكون هان مثلا، بس المعلومه انه غالبا الفصل الجاي اللي راح يكون مثلا بدايه اكتوبر احتمال كبير يكون مش اونلاين، يعني راح يكون في حضور عادي وترجع الامور طبيعيه. طبعا لسه حتى الان الكلام مش اكيد، ولكن اغلب المعلومات بتتحدث عن هذا الاشي. انا معي بكالوريوس هندسه ميكانيك من الاردن، وبدي اكمل دراسه في المانيا، ومعي لغه بي اينز بس ما بدي اكمل ماجستير، بدي اكمل البكالوريوس من المانيا. ممكن في جامعه في المانيا تعادل اللي درسته في الاردن واكمل عندهم دراسه واخذ شهاده بكالوريوس من عنده؟ سمعت اني بقدر اعمل على نظام اسمه الاوفا والستوديو، هل هذا صحيح؟ رغم انه السؤال شويه طويل وللوهله الاولى قد تعتقد انه سؤال شخص، ولكن بعتقد هذا سؤال جدا جدا مهم اللي هو بتعلق في المعادله. يعني ناس مثلا درست 3 سنين مثلا من 4 أو من 5 ولظروف معينه ما قدرت تكمل في بلدها وحابه تيجي تدرسها في المانيا، شو النظام وقتها بكون؟ فعلا في حاجه اسمها المعادله، يعني هم بيقوموا بمقارنه الخطط، بيشوفوا الخطه تحت الجامعه هان مع الخطه اللي انت راح تجيب لهم اياها، وبيقارنوا شو في تشابه بين هدول الأشياء وبيقوموا على أساسها بالمعادلة. ولكن لازم تعرفوا أنه كثير من الشغلات ما بتتعادل، يعني مش شرط أنه أنت درست 3 سنين فيحسبوا لك إياه، بعض التخصصات ممكن ما يحسب إلا فقط بعض المواد، فلازم تكون عارف هذا الإشي. لهيك نصيحتي في هذا الخصوص كمل دراستك على الآخر في بلدك واعمل البشر، يعني خلصوا وبعدها تعالها. طبعا الناس اللي عندها ظروف هذول الله يعينهم، بس هو هذا النظام الموجود بالنسبة للمعادلة. هل بإمكان الطالب بألمانيا الموازاة بين الدراسة والعمل والسفر؟ حبيت أجاوب على هذا السؤال لأنه عن جد سؤال مهم، ويمكن أنا شوية ظالم هذا الجانب من الفلوقات، يعني مش كتير بتكلم عن الموضوع، ولكن عن جد موضوع أنه أنت توازن بين الأشياء هاي محتاج شغلة ومحتاج جهد. فطبعا من ناحيه انه ممكن ولا لا، اكيد ممكن، لانه في ناس كتير هندرست واشتغلت وعملت كل حاجه مع بعض وكانت امورهم تمام التمام. ولكن دائما دائما بدك تكون هنا كتير منتبه، لازم تكون مخطط كل حاجه، يومك اسبوعك شهرك، عارف الحاجات اللي جايه لك، فواتيرك امورك حياتك اكلك شربك، كتير شغلات بتحتاج لتخطيط دقيق صراحه، حتى الامور تضلها يعني كيف ما تفلت زي ما نقول، لانه في ناس كتير انا شفت حياتهم فعليا هان شوربه، يعني حياتهم كتير فالتة وأمورهم خشفة بعضها،
لأنه ما بخطط مش كتير بيحسب للحاجات اللي جاية له. فبالتخطيط والتنظيم الأمور تمشي تمام التمام. حتى اليوم يعني أنا شفت فيديو أعجبني جدا عن هذا الموضوع اللي هو قصة التايم بلوك، إنه أنت مثلا يكون عندك فيه شغلات معينة تحجز لها، حط لكم طبعا رابط الفيديو تحت في صندوق الوصف للي بيحب يشوفوه. أنت تحجز أوقات معينة من يومك، خلاص يوميا تعمل هذا الإشي، مثلا يوميا مثلا الساعة 3 للطبخ، الساعة مثلا 5 تبدأ دراسة، الساعة مثلا 12 تنام، حاجة زي هيك. يعني إنه أنت تنظم وقتك وتكون دائما عارف شو عليك. سؤال غريب شوي، كيف بده الواحد يفهم على الدكتور هو عم يعطي محاضرة؟ صراحة سؤال بشوفه جدا جدا منطق بالنسبة لأي حدا رايح على دولة أجنبية بيدرس في لغة أجنبية. حتى أنت مثلا لو كنت مخلص السي أينس ولا هو يعني مستوى مش قليل، ولكن هذا الإشي برضو مش بأحلك للجامعة 100% للعلم، راح تلاقي الأمور في أول فصل أو حتى في أول سنة شوية صعبة، راح تحس الدكتور شوية سريع في الحكي والأمور يعني مش راح تكون زي ما أنت بدك. ولكن مع الاجتهاد ومع الوقت مع المذاكرة، يعني أنت تجيب المذكرات تاعت وتجيب الكتب وتقوم بحفظ المصطلحات الجديدة وترجمتها، وقتها الأمور شوي شوي راح تصير عندك أسهل وأسهل وأسهل. يعني ممكن في نهاية الدراسة تصير تحسها زي العربي، لأنه خلص الكلمات كلها اللي بيحكيها موجودة عندك، المصطلحات في شيء جديد، فالأمور بتصير أسهل وما بطل سريع زي الأول. طبعا غالبا عشان أنا جاي في آخر النهار صراحة الدنيا شوب شوية، فمش هصور كثير أسئلة برا، فهصير مثلا أخذ سؤال من الغرفة وسؤال من برا حتى نقوم بالتنويع. طبعا أنا قاعد بصور بعد يومين كملات من الفيديو اللي صورته في الجامعة، طبعا عشان احاول اغطي على قدر الامكان اكبر عدد ممكن من الاسئله، وخلينا نبلش في السؤال اللي بعده. شو اسوأ اشي في المانيا بالنسبه لك؟ اسوأ اشي بالنسبه لي، كنت عمل فيديو كامل عن هذا الموضوع، حكيت على اكثر الشغلات بتزعجني هم في المانيا. يمكن اكثر شغله اللي هي قصه انه كثير من الشغلات بتتعلق في الموظف. طبعا اذا ما شفتش الفيديو حط لك اياه هان، روح وشوف. وكمان اخي لو تفعل فيديو في نصائح كطلاب وطالبات عند وصولنا الى المانيا، تجنب المخالفات القانونيه التي تحدث بسبب جهلنا بالقوانين من اول وصولنا. بالنسبة لموضوع المخالفات، فأنا بعتقد أنه من المستحيل أنه الواحد يعمل فيديو ولا اثنين ولا حتى عدة فيديوهات ويغطي هاي المواضيع، لأنه أنت بتتكلم كل حاجة إلها قوانينها، وكتير شغلات ما بتكتشفها إلا أنت تخوض فيها، زي مواضيع التأمين، مواضيع العمل، الدراسة، السكن، غيرها. أعتقد أنه أنا على قدر المستطاع بحاول في فيديوهاتي كل حاجة جديدة أنا بحاول أعرفها بحاول أحطها في الفيديوهات. فبعتقد أنه متابعتك المستمرة لهذا الإشي راح تضمن لك أنه أنت تعرف كتير من الشغلات. ما بضمنك أنه أنت مش راح تقع في إشي، لا للأسف راح تقع، أنا متأكد يعني. وكل واحد بيواجه مشاكل هان، لأنه في كتير شغلات الواحد بتعلمها فقط بالتجربة، صعب أنه أنت أصلا يخطر على بالك تقرأ عن حاجة معينة. بحاول على قدر المستطاع دائما أضيف الشغلات هاي، ولكن هذا هو الحال. سمعت ممنوع في الشغل الظهور بأي مظاهر تدين مهما كان التدين، وهنا كيف سيكون حل المحجبات من فرص العمل؟ هل هذا صحيح؟ وأيضا ما هي أفضل ولايات للفتاة المحجبة من حيث الدراسة والعمل؟ صراحة سؤال مهم جدا، خصوصا للبنات ومستقبلهم هان على الأراضي الألمانية. طبعا هذا القرار بيتكلم انه مثلا الحجاب هو رمز للدين الاسلامي، فهيتم منعه لعدم التاثير على الناس اللي بتيجي على الدوائر الحكوميه. يعني هو بس في الدوائر الحكوميه ممكن يتم تطبيقه، حتى الان ما تمش تطبيقه يعني، ولكن المعطيات بتقول انه شكله هيتم اقراره، ان شاء الله ما يتمش اقراره. بالنسبه للجزئيه الثانيه من السؤال، فبتوقع مثلا انه ولايه النوردراين فيستفالن يمكن من انسب الاماكن، يمكن يعني انا بشوف انه في كثيرها من المحجبات، ويعني حسب ما بشوف انه بيتم التعامل معهم بشكل شبه عادي، يعني ما فيش هالدرجه العاليه من العنصريه تجاههم. هل هناك بديل للحساب المغلق؟ وهل من الضروري دراسة اللغة بألمانيا؟ صراحة هذا السؤال مهم جدا جدا، ودائما كان يجيني في التعليقات وكنت أجاوب عليه يعني بكل بساطة، ولكن إجا الوقت اللي نتكلم فيه في شوية تفاصيل بفيديو. فبالنسبة لجزئية هل بإمكاني يدرس باللغة غير الألمانية؟ يس، بإمكاني يدرس باللغة الإنجليزية. كنت عملت فيديو عن هذا الإشي، هحط لك طبعا الرابط يطلع هان، وأحط لك إياه برضو في صندوق الوصف، روح وشوفه. بالنسبة لبديل لحساب البنك المغلق، فهو الضامن المالي الموجود هان في ألمانيا أو الكفيل. طبعا هذا الكفيل من شروطه إنه هو لازم يكون عنده عقد عمل دائم هان في ألمانيا، فهذا الإشي جدا جدا مهم، عقد عمل دائم ها. وكمان بالنسبة للراتب، فهو لازم يكون عنده راتب شوية عالي بحيث انه هو يغطي كل مصاريفه تتغطى، ويكون عنده شوية فائض بحيث انه هو يغطي 800 يورو تاعتك. طبعا هو مش لازم يعطيك اياهن، ولكن حدود راتبه لازم تغطي هذا الاشي، فهذا شرط مهم جدا اللي هو عقد العمل الدائم طبعا لشخص مقيم هان على الاراضي الالمانية، وقصة الراتب اللي بتكفيه ويكفيك. هل يسمح بتغيير التخصص الجامعي في المانيا وكيف؟ ببساطة بامكانك تغير تخصصك، بس عشان وقت الفيديو ما بديش اتكلم في كثير من التفاصيل، فهحط لك تحت في صندوق الوصف وفي اول تعليق كمان الرابط مقالة بتتكلم عن هذا الموضوع بكل تفاصيله، روح وشوف.
هل المعيشة في ألمانيا مملة ولا يوجد أماكن ممتعة؟ طيب بالنسبة لنقطة قضاء وقت الفراغ هام في ألمانيا، يعني أنا بعتقد أنه هذا الموضوع يعتمد تماما عليك في أي بلد حتى، بس ألمانيا خاص نص هذا الإشي يعتمد عليك. يعني إذا أنت إنسان بتحب تقعد في البيت وهيك طبيعي رح تحس انه ألمانيا كئيبة وملل وكذا، بس لما يكون عندك أماكن كتير جدا ممكن تروح وتزورها، في عندك أنشطة كتير ممكن تبدأ تمارسها، تعمل هايكينج، تروح ما بعرف شو، في كتير شغلات بإمكانك تعملها. يعني تروح مكان مثلا زي هيك، يعني إحنا هينا اليوم يوم الاثنين جايين أنا ومحمد ويعني جايين نشم هوا نظيف وكذا وهيك، وصراحة يعني الواحد لو يكرر هيك شغلة في مكان جديد وعندك أماكن كتير بإمكانك تروحها كل أسبوع. طبعا هذا الإشي بالتزامن مع تنسيق دراستك وشغلك وأمورك التانية، أكيد يعني مش هتقضي كل الأسبوع وإنت بتعمل هذا الإشي. حكينا عن موضوع اللغة شوي، يعني الواحد لو خلص بيانس في بلده وسافر قديش بده وقت على الأقل ليكون معتمد على حاله ويمشي حاله؟ بتوقع أنه هذا السؤال كمان ممكن يخطر على بال أي حدا، ولكن إجابته بسيطة جدا، هذا الإشي يعتمد تماما عليك. يعني انت قديش بتجتهد بتحاول تمارس اللغة وهيك، هذا هو اللي انت مطلوب منك. يعني مستواك قديش بالضبط مش مهم، لانه في ناس بتوصل السي اينز وهي لسه ما بتتكلم منيح، وفي ناس مثلا مخلصة اتس فاي او في بداية البي اينز وبيتكلم منيح. فهذا الاشي يعتمد تماما عليك قديش انت بتخوض في اللغة وبتتعلم شغلات جديدة وبتحاول تمارس الشغلات الجديدة اللي انت بتتعلمها. فبعتقد مثلا مستوى بي اينز بالغالب هو المستوى اللي الواحد يكون قادر خلاله على ممارسة الحياة بشكل عادي. أريد أن أعرف طريقة حجز السكن الجامعي. بالنسبة لحجز السكن الجامعي، في أغلب الجامعات بيكون عندها موقع مخصوص للسكن، بإمكانك تفوت وتشوف الأماكن تاعتهم، الأسعار، المساحات، وتتواصل حتى معهم عن طريق هذا الموقع وتحجز برضه أكيد عن طريق هذا الموقع. إذا كنت تعمل فترة اللغة والعمل غير قانوني، ما العقوبات التي تنجر على ذلك؟ صيغة لهذا السؤال اللي هو شو هو عواقب العمل بالأسود هنا في ألمانيا؟ طبعا العمل بالأسود معناته أنه أنت أخليت بأحد الشروط، يعني مثلا معكاش تصريح عمل، معكاش إقامة من الأصل، ما وقعتش عقد، مثلا أنه أنت بتشتغل ساعات مش مسجلات أو ما شابه، يعني في كتير أشكال لهذا الإشي. طبعا غالبا العواقب بتكون على صاحب العمل، يعني ممكن ينزل من 5 إلى 10 سنين وممكن يدفع غرامة توصل لحد 300,000 يورو. طبعا هذا الاشي هم اللي بيقدروه. طبعا بالنسبة لك انت ممكن مثلا تدفع غرامة لحد 5,000 يورو، وممكن لو تكرر هذا الاشي مثلا تنسجن او مثلا يتم ترحيلك، ممكن يرحلوك بسبب هذا الاشي. فالموضوع صراحة مش بسيط. طبعا للعلم غالبا العمل الاسود بيكون صعب كتير، يعني شغل كتير ودفع قليل، يعني بتكون مثلا ساعته 5-6 يورو حاجة زي هيك. ان شاء الله الله لا يحوج اي حدا لهذا الاشي. يعني بعتقد انه هيك وصلنا لنهاية فيديو اليوم، حاولت على قدر الامكان اجاوب على اهم الاسئلة واللي حسيت انها ممكن تفيد الكل. طبعا اذا كنت لسه مش مجاوب على سؤالك اكتب لي تحت من تاني في صندوق التعليقات، وان شاء الله رح ارد عليك في اقرب وقت ممكن. وطبعا زي كل مرة ما تنسوش تحطوا لنا احلى لايك وتشوفوا الفيديوهات السابقة، لانه في كتير من الاسئلة الها اجابات في الفيديوهات السابقة. واشتركوا في القناة اذا كنتوا لسه مش مشتركين، وفعلوا زر الجرس حتى يصلكم اشعارات اول باول بمجرد نزول للفيديو الجديد. وبس هيك، يعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يلا تشاو.